هذا اللقاء يعطي فيه هو الطريقة الفنية اللي لقى بها الزجاج وهو النجم الهادي أبهرني لقد أبهرني وعندما أراد الانصراف فعل نفس الشيء بطريقة يعني تفكرني في طيف ديالي المسرح ديالي اللي كان يقدم بهالطريقة هي رائعة وهذا جعلني أن أفكر أن أقترح على الجميع جميع التقاليد أن نستضيفه ونلتقي بهذه الجمالية التقديم السجل.